رأيتموه وما شاهدتموه من عمل جبار كان في السلطات المحلية تحضر لهذا الموسم للسماح لكل مواطنينا من هنا ومن هناك ومن الخارج بالنسبة لجاليتنا التي تعيش في الخارج للسماح لهم أن يأتوا إلى الجزائر ويقضوا فترة جد مهمة هم وأبنائهم للسماح لهم كذلك أن يكتشفوا ربما للبعض اللي منها من الجزائر مناطق ما يعرفوهاش مناطق ما يعرفوهاش منطقة لنا واللي الخارج ربما كذلك باش يعرفوا الإمكانيات والقدرات المتواجدة في بلدهم في الجزائر. إذا الشيء اللي تم العمل به وفي ظرف وجيز نقولها والسلطات المحلية على رأسها السيد الوالي والسيد الرئيس المشرفي الولائي يعني مشكورين باش في هذا الظرف الوجيز يقوم بهذه الأعمال الجليلة الجبارة اللي جاءت من من مسغان أكثر رونق وأكثر جمال اللي جاءت من هذه مسغان يستحق تسميتها تسميتها بلؤلؤة البحر المتوسط. إذا هنيئا لكم جميعا وبالمناسبة أتينا هنا لا هكذا إنما نظرا لهذه الأعمال التي قامت في السلطة المحلية احنا عرضنا توصيات لكل الولايات 14 قال حضروا الموسم سنعلن عن انطلاقة في الاصطياف في ولايتين ما خليناهم واش راهم قلنا هي ولاية إلا سقيك ذا مجموش نروحوا درنا العملية فات نروحوا لاصنعاء هي برك ربما على بالها بلي ما نديروش عندها الآخرين كل كانوا معنيين شفنا باللي الأعمال لهنا ذات مستوى رفيع جدا وفي عمل عامل دؤوب ليل نهار ونشكر كل اللي ساهموا في هذا. إذا كان من طبيعي من الأحرى أن نأتي إلى مسلم لنعلن على الانطلاقة في موسم الصيف نتمنى أن يكون إن شاء الله كل جمال رونق عيش يعني معا وتطلع إلى مستقبل إلى الجزائر التي نريدها جميعا الجزائر الخير. إحنا اليوم مدينة اللي عملتها في واحد البلدية نسميوها وادي الخير وإن شاء الله تكون اسمها لمسلمة راني في مسغانم راهي في مستوى رفيع جدا إنه إن شاء الله تكون أرفع وأكثر ومن ناحية الفكر من ناحية التعايش هذا ما بين مواطنيها ومن ناحية كذلك في استقبالهم للآخرين من إخوانهم من القطر الوطني ومن خارج القطر الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.